مشاهدينا فقرة جديدة من فقرات ذا دكتورز. تغير لون الجلد للون البني او الازرق، ان انت بتحس ان رجلك بتنمل بشكل ملحوظ، او ان في انتشار لظهور عروق في جسمك بشكل غريب ومنتفخ ومتشابك. ايه بقى اللي انا بقوله ده كله؟ اللي انا بقوله ده هي اعراض وسيمبتومز مهمة جدا، لو حضرتك او حضرتك بتحسوا بيها ده معناه ان انتوا بتشخصوا من الطبيب المختص بمرض اسمه دوالي السقيم. ايه بقى دوالي السقيم ده؟ ايه المرض ده؟ ازاي اقدر اتفاداه وازاي اقدر اعالجه لو لا قدر الله شخصت بيه؟ ده اللي هنعرفه النهارده في السجمنت. بس اسمحوا لي الاول ارحب بالقيمه العلميه الموجوده معايا النهارده في استوديو ذا دكتورز، دكتور حسام المهدي، استاذ مساعد جراحه الاوعيه الدمويه، استشاري القسطره الطرفيه وعلاج القدم السكري والدواني بالليزر، كليه الطب القصر العيني جامعه القاهره. بيك يا دكتور حسام، منور شاشة اكسترا نيوز. اول حاجه يا دكتور، احنا بنقول دوالي السقيم، دوالي السقيم دي بقى عباره عن ايه؟ عايزينها بشكل مبسط للمشاهدين. طيب، هو اول حاجه لازم نعرف يعني ايه دي كلمه دوالي السقيم، ومعنى كلمه الاورده. الاورده هي اللي بترجع الدم في اتجاه عكس الجاذبيه الارضيه للقلب من السقيم. تمام. الاورده دايما بتبقى فيها صمامات داخليه بتقسم عمود الدم اثناء الوقفه لاجزاء معينه باطوال اقصر بكتير، وبالتالي ينتج على كده ان الدم بيتحرك في اتجاه واحد من تحت لفوق عكس اتجاه الجاذبيه الارضيه. ده الفلو اللي احنا بنتكلم عليه في الصوره. بالظبط بالظبط كده، هو دوت اللي احنا بنتكلم عليه، دي الاورده. اوكي. الدم بيتحرك في اتجاه واحد من تحت لفوق ومفيش ارتجاع. مفيش ارتجاع يعني ايه؟ يعني الدم ما بيرجعش من فوق لتحت وفي عكس اتجاه الجاذبيه الارضيه. ده بفعل الصمامات اللي بتكون موجوده جوه الاورده. ساعات بقى يحصل عندنا مشاكل وراثيه. دي حاجات الجيناتك بقى. بالظبط كده. المشاكل الوراثيه ديت بينتج عنها ايه؟ بينتج عنها ضعف وخلل في وظيفه الصمامات، الفانكشن ذات نفسه. بس الصوره اللي قدامنا دي ايه بقى يا دكتور؟ الصوره اللي قدامنا ديت هي بتوضح الخلل الموجود في الصمامات، وان حصل عندنا اتساع للوريد، وبالتالي الصمام ما بقاش الوريقات بتاعته ما بقتش كوابتد. اوكي. ابتدى يبقى بعاد شويه عن بعض، فابتدى يحصل عندنا الارتجاع المتعارف عليه. هو كلمه دوالي عندنا او فاريكوز فينز يعني باللغه اليونانيه يعني عنقود العنب، لان دايما الدوالي بتبان في بالمنظر دوت وبتكون متشعبه. ده بيحصل في الاورده السطحيه اللي موجوده في الساق. تمام. احنا عندنا الاورده موجوده في اللي موجوده في الساق، في منها اورده عميقه واورده سطحيه زي الفينز اللي احنا بنتكلم عليها دي. ده الشكل السليم اللي على الشمال، وده اللي فيه مشكله. ده الشكل السليم اللي بيخلي الدم يمشي من تحت لفوق عكس اتجاه الجاذبيه الارضيه. اما طبعا الناحيه اليمين هي الشكل اللي حصل فيه الارتجاع. تمام. تمام. وبالتالي يبتدي يحصل عندنا توسع في الوريد، ثم يبتدي يحصل استطاله، وبعدين ينتهي الموضوع بالتواءات، فتبان بقى عندنا شكل الدوالي المتعارف عليه اللي هي الدوالي المنتفخه او الشعيرات الدمويه البسيطه، او عندنا الدوالي الشبكيه والعنكبوتيه. طب احنا يا دكتور كنا بنتكلم في جزئيه الجيناتيك او الموضوع يبقى وراثي. تمام. هل الباث بتاع العلاج وخطه العلاج بتختلف لما الموضوع يبقى مكتسب، ولا لا المرض ده مش هيجي غير وراثي والموضوع يبقى جيناتك فقط؟ تمام. هو مبدئيا احنا بنقول ان في حاجه اسمها عوامل مهيئه وعوامل مؤديه. تمام. يعني ايه عوامل مهيئه؟ عوامل مهيئه يعني انا عندي استعداد. تمام. ويليام اوسلر لما جه يكتشف الدوالي قال احنا يعني حط كل اللوم على العامل الوراثي. اوكي. لدرجه قال انها بتحصل نتيجه امبروبر سيلكشن اوف ذا جراند بيرنتس. تمام. يعني هو الانتقاء السيء للاجداد. بالظبط. وده عشان يدوس قوي على موضوع ان في عامل وراثي هو اللي ورا ضعف جدار الاورده والصمامات. تمام. تمام. فده حاجه اسمها عوامل مهيئه، يعني انا مولود وعندي هذه المشكله. تمام. هتظهر امتى؟ عن طريق وجود عوامل مؤديه. بقف كتير مثلا. عندي مشاكل يعني مثلا بقف اوقات طويله جدا، زي مثلا شغلي مثلا بيتطلب الجراحين، زي بالظبط كده المدرسين وهكذا.
تمام مع الحمل والولاده ده بيحصل لان بيبقى انا عندي حاجه اسمها اكسترنسك كومبريشن، ضغط ده الضغط خارجي على جدار الوريد. أوكي. وبالتالي تبتدي تظهر الدوالي على طول وتعبر عن نفسها. طب الاشكال اللي احنا بنتكلم عليها يا دكتور، هل كل شكل الدوالي واحد ولا في اشكال؟ لا في اشكال طبعا. تمام، احنا اول حاجه احنا بيبقى عندنا الشعيرات الدمويه، وديت طبعا تبقى شكوه معظم الستات. تمام، اللي بتبقى باينه فمضايقاهم نفسيا تقريبا، هم جايين عشان الجزء النفسي اكتر. بالظبط، خيوط لونها موف او خيوط لونها ازرق بتبقى موجوده، لكن ما فيش ستيل دوالي منتفخه. اوكي، وبالتالي النوع دوت ليه طريقه معينه في العلاج، مش زي ما الناس بتفتكر ان حلوا الجراحه وحلوا التدخل الجراحي. ده الشكل اللي احنا بنتكلم عليه، هما ده الدوالي المنتفخه. دي الدوالي المنتفخه اللي هي هتحتاج غالبا استئصال جراحي. تمام، ودوت كان زمان بيتعمل له عمليه اللي هي الجراحه التقليديه بتاعته. أوكي. ولكن دلوقتي الاندوفينوس ليزر وتقنيه استخدام الليزر اتاحت ان احنا العمليه تقريبا ما بقناش بنعملها خالص الا في حالات قليله جدا. طب دكتور حسين، لو قسمناهم تو جروبس او مجموعتين. تمام. المجموعه الاولى بتشتكي، ممكن تكون السيدات اللي متضايقه من شكل الفينز او من الشكل ده. بالظبط، بقى الشكاوي ايه؟ بالظبط، اللي هو هي جايه متضايقه على بقيت بقى الشكاوي ايه عندنا؟ بقيه الشكاوي عندنا اول حاجه ممكن يكون ورم مع الوقفه الكتير في الرجلين، او يكون منظر ملفت طبعا للدوالي المنتفخه، او يحصل عندنا جلطات والتهابات في الاورده السطحيه اللي هي يبقى يحصل عندها احمرار ويبتدي يحصل اتاكس من الالتهابات المتكرره. أوكي. وتوصل في اعنف درجاتها بعد طبعا مرور بتصبغ الجلد، في اعنف الدرجات ممكن توصل للقرح الوريديه. ده في الاكستنت اللي هو الكبير جدا. ده اللي هو سي 6 او سي 5 اللي هي جريد المتاخره جدا من الدوالي. طب انا شايفه حاجه هنا بقى. دي مفاجاه، انا عايز اعرف ايه دي بالظبط يا دكتور. احنا هنا انا كنت جايب دي معايا، دي القسطره بتاعت الليزر. تمام. اللي احنا بنستخدمها قسطره الليزر، هو الفكره بتاعت العلاج عندنا قايمه على ان احنا نتخلص من الوريد اللي فيه ارتجاع. تمام، فالجراحه كانت دايما بتعتمد ان احنا بنخش نعمل استئصال عن طريق استخدام سلك بندخله جوه الاورده، ونبتدي بعد كده نعمل الاستئصال ونشيل الاورده كلها. ده الاولد سكول، ده التدخل الجراحي التقليدي. بالظبط، ده التراديشنال. ولكن الجديد عندنا دلوقتي ان احنا نقدر نخلي الوريد في مكانه ومفيش اي مشكله، وباستخدام مخدر موضعي نقدر نخش ونعمل كي للوريد من الداخل باستخدام الليزر. يعني بنبطل الفعل بتاعه او الفانكشن بتاعه. فانا لما ابتدي اعمل كي للوريد من الداخل باستخدام حراره الليزر اللي هي حراره عاليه جدا. أوكي. ممكن دوت يؤدي في الاخر ان الوريد يحصل فيه تليفات، وبالتالي ما يبقاش نفق مفتوح للدم تاني، وبالتالي يتقفل تماما، ابقى لغيت الفانكشن بتاعته تماما. بدون اي جروح، بدون اي احتياج لتخدير بمعدل ان انا ارجع للشغل. انا بحاول ان انا ألمت الاكسبوجر بتاعي. هي البروسيس تبقى شكلها عامل كده يا دكتور؟ البروسيس بتبقى عامله كده بالظبط. دي قسطره الليزر اللي احنا شايفينها داخله جوه الوريد، وبنبتدي بعد كده نسحبها واحده واحده، فبنعمل كي في درجه 360 درجه، كي دائري 360 درجه لكل سنتي من الوريد. وبالتالي بيكون معدل الاغلاق بتاع الوريد بيكون عالي جدا. أوكي. لدرجه ان نسب الارتجاع بعد الليزر ممكن تبقى يعني في بعض الدراسات بتوصل لنص في الميه، اللي هو عيان من كل 200 عيان تقريبا. تمام تمام، بالمقارنه بالجراحه اللي ممكن توصل ل 15% مع الجراحه التقليديه. طب في ناس كتيره جدا يا دكتور بتبقى عندها كده بليف و قناعه معينه ان لا، التدخل الجراحي اكيد احسن او الاوتكم بتاعه احسن من الليزر، حتى لو في تقدم وتطورات وبتتكلموا عليها، لا اكيد التدخل الجراحي احسن. الفكره دي جايه منين؟ وهل فعلا الناس بدات تستجيب لجزئيه ان انا اواكب التطورات ولا لا؟ هو من ناحيه ان الناس ابتدت تستجيب، كل دلوقتي يعني الايره كلها دلوقتي متجهه للحاجات الليس انفيسيف اللي هي اقل عدائيه. ما عرضش نفسي لعواقب الجراحه، ما عرضش نفسي لتخدير، ما عرضش نفسي ان انا عمال الجروح كتير، عمال ما ابتدي ارجع للشغل اخد وقت اكتر، لان ده بيأثر على الانتاجيه بتاعه الشخص. وبالتالي بقينا ماشيين دلوقتي ناحيه الليس انفيسيف اكتر. تمام، بالاضافه الى ان الليزر بيتيح ان ما يبقاش في عندي ارتجاع، فواي نوت ان انا ما استخدمش التقنيه الجديده. وانا احب اقول لك ان تقريبا العمليه ما بقتش تقريبا بتتعمل هاردلي قوي الا مع الناس اللي هم اولد سكول. اوكي تمام، لان احنا كل حاجه ممكن نقدر نعملها بالليزر، يعني اي وريد نقدر نحرقه بالليزر، ما عدا الاورده اللي بتكون قريبه من سطح الجلد، دي ما نقدرش نحرقها بالليزر طبعا، لان ده ممكن يحرق الجلد. أوكي. لكن الاورده الرئيسيه كلها بكل درجاتها نقدر ان احنا نعمل لها كي بالليزر، وبتدي نتائج هايله، والعيان
من تاني يوم يقدر يروح الشغل بتاعه. يعني الهيلينج بروسيس بتاعته هي يومها بس. هو انا الفكره في الليزر ان انا ما عنديش هيلينج ايفن. اوكي. لان انا بعتمد ان انا بشك الوريد تحت تاثير الموجات فوق الصوتيه. فبشكه بابره وبعدين بدخل المدخل اللي هو الانبوبه دي اللي هي الشيس. اوكي. تمام، ده بيدخل جوه الوريد. تمام. تمام، بحقنه مخدر موضعي من خلاله ابتدي احط استارت الليزر، يعني ابتدي احط القسطره بتاعه الليزر جوه الشيس. تمام. فتبتدي تطلع من طرف الشيس جوه الوريد. ونبتدي نحرق الوريد زي ما شفنا في الانيميشن فيديو بالمنظر ده. تمام. لحد لما اخلص عمليه الكي تماما ونبتدي نطلع كده العمليه خلصت من غير جروح من غير اي حاجه. طب هل في تعمل ببنج موضعي فده يناسب الناس اللي هم عندهم سكر، اللي عندهم ضغط، اللي هم ما كانوش بيحبوا يعملوا عمليات في وجود كوموربيديتيز او في وجود مشاكل ثانيه كتير. دكتور حسين، ممكن اقول في بيشنتس معينين ما ينفعلكوش التقنيه دي؟ دي الجزئيه اللي انا عايز اعرفها بالظبط. هو العيانين اللي عندهم دوالي منتفخه اللي هو كان ينفع له جراحه، هو دوت اللي هيعمل ليزر. أوكي. وده اسمه ليزر داخلي، لان الناس بتفتكر دايما ان علاج الدوالي بالليزر هو ليزر سطحي. تمام. لكن في انواع ثانيه بقى من الدوالي زي الدوالي الشبكيه والدوالي العنكبوتيه. الدوالي الشبكيه احنا بنلاقينا هي بتتقسم على حسب ايه؟ على حسب القطر بتاع الوريد. بمعنى لو الوريد القطر بتاعه اقل من 1 ملي بس اكتر من نص ملي هي دي دوالي شبكيه تقريبا، ودي بتحتاج حاجه اسمها الحقن الرغوي. إيه بقى يعني الحقن احنا بنحقن الماده جوه الوريد. الماده دي تؤدي الى اغلاق الوريد وبالتالي نجبر الدم على انه يمشي في السكه والمسار الصح بتاعه. اوكي. وبالتالي ما الدم ما يلاقيش سكه تاني يرجع فيها في الاورده اللي تلفت. بس هو الفكره ان قطر الوريد قد ايه؟ قطر الوريد كان تقريبا من نص ملي لملي. تمام. يعني في بيشنتس معينين ينفع لهم الحقن الرغوي، ده اللي ينفع له بقى الحقن الرغوي. تمام. وهو بيعتبر عن يعني بنعمله عن طريق ان احنا بنحقن ماده، الماده دي بتعمل زي التهاب في جدار الوريد الداخلي. اوكي. وبالتالي يبتدي بعد كده يحصل اغلاق وتليف للوريد وبالتالي انا كده الدم بقى ريدايركتد على الاورده الفلو بتاعه بيرجع. طيب قدامنا بقى يا دكتور ده احنا هو ده الحقن الرغوي. هو ده. اوكي. تمام. والنتيجة بتاعته بتبقى ايميديت، يعني في خلال اسبوعين ثلاثة بيرجع الامور تاني لطبيعتها. الشكل كله ده يا دكتور بيروح تماما وبيرجع تماما؟ بيروح تماما بالظبط في خلال 3 أو 4 أسابيع مع استخدام بعض الكريمات وبعض وعمل الكمادات بنلاقي ان الشكل ده كله خلاص راح. طب ازالة الشعيرات الدموية عامة كطب بالذات للسيدات هيبقى مهم جدا. طيب ازاي انا ممكن احقق حاجة زي كده واقنعهم ان لا مفيش ريسك ان انا اتخلص من المشكلة دي؟ احنا عندنا الدوالي اللي هي بقى العنكبوتيه اللي هي السبايدر فينز اللي هي مشكله كل الستات تقريبا. بالظبط كده. تمام. وهم دول بيجوا لنا كتير جدا وهو ده طبعا بيبقى ومتضايقين نفسيا اكتر ما انه ممكن يعمل لي حاجه عضويه. بالظبط. بيبقى عندها مشكله لما مثلا تلبس حاجه قصيره وهكذا، فده هي ديت بتبقى مشكله. تمام. وهي مشكله على فكره تحترم، يعني في ناس كتير جدا بيبقى عندها مشاكل نفسيه. بالظبط. بسبب المنظر ده. تمام. دي ما كان لهاش علاج عندنا لحد فتره قريبه جدا. اوكي. لحد لما ظهرت التقنيه بتاعه استخدام الراديو فريكونسي ابليشن اللي هو التردد الحلال. تمام. في جهاز معين مثلا امريكي. تمام. بيبقى له زي يد كده بروب، والبروب دوت بيبقى متصل بابره في حجم الشعره. تمام. عن طريق تمرير الابره ديت فوق اللي هي السبايدر فينز او الخيوط اللي هي لونها موف او ازرق. تمام. عن طريق تمريرها بيطلع الطاقه فيؤدي الى ان هو بيحرقها immediately من غير ما يأثر على الجلد، وهي دي الميزه بقى في تقنيه التردد الحراري في استخدامها مع الدوالي العنكبوتيه، لان دي بتبقى حاجه موجوده في طبقات الجلد السطحيه جدا اللي هي الابيديرمس. بالظبط. ابيديرمس وديرمس. تمام. فبيبقى قريب جدا، فاحنا ممكن لو استخدمنا الليزر السطحي يحصل عندنا بيجمنتيشن، يحصل عندنا اصفرار، يحصل عندنا تصبغ. لكن التردد الحراري ميزته ان هو ما بيعملش المشكله ديت. عن طريق استخدام الجهاز دوت واستخدام الابره اللي هي في رفع الشعره تقريبا نقدر ان احنا نوصل ان احنا نعالج الاورده اللي حجمها بيكون اقل من 3 من 10 من الملي. طب هو المفروض ان هم بيشوفوا النتيجه ايميديتلي؟ النتيجه هنا بقى بتبان ايميديت فعلا. النتيجه ايميديت فعلا زي الفيديو اللي كنا بنعرضه هنا. هو ده الجهاز بالظبط، وهو دوت البروب. عن طريق تمرير الابره ديت بس مجرد انها تلمس الجزء اللي في السبايدر فين يبتدي على طول يحصل ان هو يختفي ويحصل على طول immediate closure.
الحديث بقية إن شاء الله يا دكتور حسام، وأنت نورتني، وفي أسئلة كتيرة جدا أنا كنت عايز أسألها لحضرتك، وإن شاء الله الحديث بقية في فقرات أخرى. أنا بشكرك شكرا جزيلا. العفو. بشكرك يا دكتور حسام. بشكر دكتور حسام المهدي أستاذ مساعد جراحة الأوعية الدموية استشاري القسطرة الترافية وعلاج القدم السكري والدوالي بالليزر كلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة. نورتني يا دكتور حسام. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، أشوفكم على خير إن شاء الله في رعاية الله.